السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين ازيكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا جدا, جداً. جوه مصر وبره مصر ربنا يخليكم ليا يا رب على الجميله طبعا نعمل ايه يا رشا النهارده هنعمل احلى خليه نحل ممكن تعمليها بقى بالشوكولاته ممكن تعمليها بالجبنه الحادقه بالجبنه النص طن على حسب ما انت عايزه وعلى حسب ما انت ما بتحبيه طبعا أنا طبعا هي اساسها شوكولاته بس انا ايه احنا عامه بنحبوها بالشوكولاته عملناها بصوا طالعه جميله جدا تحفه هايشه كده وقطنية بصوا جدا وايه رايكم بقى في طبق المولتو المعتبر ده مولتو ما اي حاجه وطلعه العجينه هايشه بصوا هفتحها و بصوا جمالها من جوه بصوا الشوكولاته بتبص شوكولاته <applause> والله طالعه تحفه تحفه بجد مش عشان انا اللي عاملاه بس بص كل ده بربع كيلو دقيق. انا عامله قبل كده نص كيلو وهنزل لكم بالفيديو بتاع المولتو تحفه طبعا انا كده خليت النحل ونشوف جمالها بصوا جمالها السوا بتاعها حلو ازاي بصوا متحمره من فوق زي تحت وتحفه تحفه بجد ممكن الحشو ده على حسب ما انت عايزه في ناس بيحشوها جبنه نص وفي ناس بيحشوها جبنه حادقه وفي ناس بيحشوها شوكولاته اهي وفي صوص برضو بنحطه عليه صوص كده من فوق بس انا مرتش احطه ده صوص عادي صوص عندي شوكولاته وصوص مربة الحليب رحت حطيت بيها كده إيه ادى شكل معانا بصوا تحفه طالعه جميله 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 بجد مش عشان انا اللي عاملاها بس طالعه تحفه تعالوا بقى نعملها مع بعض نشوف عملنا يعني احلى خليط النحل ده ازاي بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش بقى كده في لايك ومشاهده يا جماعه ثلاث دقايق يا جماعه واللايك والله لو مش عاجبكم الفيديوهات ما تخشوش احسن ما تكتبوليش التعليق وتجروا يعني اللي مش عاجب قناتي ما يخشش خالص يمسح اشتراكي احسن نحط كوبايه لبن عليها معلقه خميره عليها ثلاث معالق من السكر عليها معلقتين كبار لبن بودرة وطبعا هنزل لكم بالمقادير كلها في صندوق الوصف وعليها ثلاث معالق من الزيت دي خلية النحل اللي احنا هنعملها بصوا سهلة خالص اهي طبعا انا خدت ايه اه بيضة الصفار سيبته هلمع بيه والبياض حطيته اهي هننزل بقد ايه يا روش هنقول لكم دلوقتي هنزل بقد ايه دقيق. بصوا هنضرب كده كل حاجة في قلب بعض اهو كده احط كده كوباية يعني احط تلات كوبايات زيادة عن ايه ربع كيلو دقيق انا حاطه تلات كوبايات من المقدار ده تلات كوبايات بالظبط هتبقى معاكي مظبوطة على حسب ما العجينة تلمي معاكي اهو حطيت تلات كوبايات ولو عوزت دقيق تاني احط بس بإذن الله انا مش عاوز دقيق تاني عامة عشان انا حاطه كوباية لبن بس طبعا ايه رشة الملح ونقطة خل برضو احطها وطبعا ادخل كده واعجن العجينة دي عجنة معتبرة كده بايدي اهي بصوا كده بصوا جميل العجينة اهي لازم تلزق كده في ايدي كده تجيبها على الرخامة كده واقعد اعجن فيها شوية لغاية ما لقاش بتلزق في ايدي اهي بصوا كده عجينها. لغايه ما العجينه ما تلزقش في ايدي طبعا جزبت الحم... العجينه شويه وجبت ايه ورق زبده كده وجبت شو... قلي... شوكولاته جي... اقل من ربع كيلو شوكولاته يعني وسيحتها حمام ميه وبص هنعمل بيها الحاجتين اللي احنا هنعملهم هنعمل المولتو وهنعمل ايه خليط النحل المولتو خليت الشوكولاته مطولة شويه خليط النحل هت... عملت ايه زي كوره كده من الايه من الشوكولاته بتاعتي اول حاجه هنعملها ايه رشه هنعمل يعني اول حاجه اللي هي خليه النحل اهي طبعا هتعملي كور كده صغيره كلها مقاس واحد معاكي اهي بصوا كده طبعا هنخلصها كلها ووريكم دلوقتي هنعمل ايه طبعا ايه هناخد اول كره معانا اهي. بصوا العجينه جت تحفه معايا طبعا نعملها زي حفره كده اهي ونحط عليها الشوكولاته اللي احنا سيحناها وايه واقفل العجينه بتاعته طبعا هحطها تاني على الرخامه اهي هي لسه هتخمر هتلاقي بصوا الصينيه دي هتبقى ضعفها هتبقى مليانه دلوقتي طبعا كده بصوا سهله خالص اهي وارصها جنب بعض ممكن مش عايزه الشوكولاتة ممكن تحطي ايه جبنه زي ما قلت لكم نص طن على حسب ما انت عايزه اللي انت عايزاه بتحطيه فيها في الحشوه بتاعتك اهي انا عاملاها كذا مره بالجبنه النص طن كده انا ميت بقى شويه معجنات بقى كل يوم كده اي حاجه معجنات بقى وطبعا احط في الصينيه تحت بصوا سهله خالص اهي طبعا اخلص الصينيه الداير داير, داير كده واعمل داير تاني والداير الصغير الاخراني بس كده بص يا جماعه اهو احط بقى الصينيه وادي المولتو بتاعي بعد ما خلصت بص الصينيه كل ده هتلاقيها دلوقتي بصوا بعد ما تخمر هتلاقوها ايه شكلها اتغير خالص طبعا جبت الصفار البيض حطيت عليه ايه معلقتين لبن كده ونقطه خل و... من الفانيليا وطبعا اعوز بقى ايه الكور بتاعتي ديت منها كده لمع كده عشان تزيني اللون بتاعها بتاعها اللي انتوا شفتوه معايا ممكن تحطي بقى سمسم ممكن تسيبيها كده انا احط حبه سمسم صغننين كده في كل واحده اهو عشان لسه احط الصوصات فيها بصوا اهي بس هي تخمر بقى وهوريكوا بعد ما تخمر وطبعا المرط انا عملته وخلصته بصوا بعد ما خمرت بصوا المرط بعد ما خمر اهو بالبخاخه كده دي ايه فيها ميه على حبه لبن كده وتبخي كده المرط بتاعك كده قبل ما تدخلي الفرن بصوا دخلته وادي خليت النحل او بعد ما تطلع بنفس البخاخه اللي انت رشيتي بيها ترشي بيها ديها لمعه كده وتغطيها عشان يبقى طري معاك يا سيدي على جمال خلية النحل بصوا جمالها طب انا اديها بخه كده برضو من ايه من الميه بخه صغننه كده واغطيها واسيبها شويه بصوا بعد ما ايه فضيتها بصوا بصوا يا سيدي قطنيه يا جدعين والله كده مش محتاجه اي صوص كمان هي كده احلى وكلكم بقى والمرط ده كوم تاني بصوا شكله والله والله العظيم مش عشان انا اللي عاملاه بس تحفه تحفه بجد طريقته سهله ومش مكلفه وطعمه اجمل واقولكم هيعجبوه جدا متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو دوسوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي